وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ صلاح الدين العواودة، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. بداية أستاذ صلاح، ما الغاية من قيام السلطات الإسرائيلية بإحداث تغييرات في محيط المسجد الأقصى، سواء بتجهيز استراحة لجنود الاحتلال أو التخطيط لإنشاء بؤرة استيطانية هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا يوجد تغيير جوهري في سياسة الاحتلال تجاه المسجد الأقصى وتجاه القدس في الأسابيع الأخيرة، غير أن هذه الخطوات يعني تثير أو تستفز الفلسطينيين والمسلمين عموما بطبيعتها وشكلها وتوقيتها. وإسرائيل منذ بداية الانقلاب على الربيع العربي والتهم الشعوب العربية في مواجهة الانتخابات والحكام وما يعرف من صراعات تدور في المنطقة، وجدت إسرائيل بأنها في فراغ وأنها تستطيع أن تفعل ما تريد، وبدأت بسياسة فرض وقائع جديدة على الأرض سواء في داخل المسجد الأقصى أو محيطها أو في القدس عموما. وسمعنا وشاهدتم معنا كثير من الخطوات منذ سنة، واليهود يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي، وعشرات بلغ عدد اليهود الذين دخلوا في العام الماضي للمسجد الأقصى 14,000 يهودي، وهي أرقام خيالية فيما كنا نعرف سابقا، لكنها اليوم حقائق. أصبح الدخول منظم ويدخل مئات يوميا وتحت حماية الشرطة ولا أحد يتدخل، ورغم أن بعض الأنظمة العربية وبعض السلطات العربية قالت بأننا لا نريد تغيير في الوضع الراهن، إلا أنهم غيروا الوضع الراهن وفرضوا حقائق جديدة والكل سكت، وتم حظر الفلسطينيين أو الجماعات الفلسطينية التي كانت تقاوم هذا التغيير من حظر تنظيم المرابطات أو جماعة المرابطات الفلسطينيات، ومنع النشطاء الفلسطينيون من دخول المسجد الأقصى المناهضين لهذا التغيير، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح الذي تم اعتقاله ومحاكمته في السجون الإسرائيلية. إذن نحن أمام تغيير واقع جديد للقدس، هم سموه هو الوجه الجديد للقدس. يتم تغيير القدس بمعالمها وطبوغرافيا وجغرافيا من خلال بناء مستوطنات جديدة وهدم مساكن الفلسطينيين، وإضافة بناء على المسجد الأقصى غير الحفريات التي يقومون بها منذ سنوات تحته. وأخيرا قيل عن خط قطارات يشبك المستوطنات المحيطة بالقدس من الضفة الغربية إلى القدس نفسها لفرض واقع جديد يحاصر القدس ويعزلها تماما عن الضفة الغربية. نعم أستاذ صلاح، يعني برأيك هل هذه التغيرات المتتالية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، هل هي بمثابة رد على قرار اليونسكو باعتبار المسجد الأقصى خاص للمسلمين؟ هو ممكن اعتباره رد، لكن الحقيقة والجوهري في الموضوع أن إسرائيل لا تجد من يحاسبها، يعني استخدمت وسائلها الداخلية لحبس هذا ومنع هذا من الدخول إلى المسجد الأقصى ومن الدفاع عن المسجد الأقصى، وتستغل الظرف بأن الأنظمة العربية مشغولة بمشاكلها الداخلية وبقمع شعوبها، وهي بالتالي تجد أن الفرصة مواتية والوضع المناسب في المنطقة مناسب جدا لفرض هذه الحقائق في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، يمينية متطرفة، لا تؤمن بوجود شعب فلسطيني أو وجود حقوق للفلسطينيين في القدس أو في الضفة الغربية، على عكس الحكومات السابقة التي على الأقل كانت في تصريحاتها وبرامجها السياسية تتحدث عن عملية سلام. اليوم لا يوجد عملية سلام، ويوجد حكومة متطرفة، وكل حكومة جديدة تأتي أكثر تطرفا من سابقتها. وبالتالي نحن، أنا أقول لك كخبير في الشأن الإسرائيلي بناء على تصريحات قادة من العدو الصهيوني نفسه، يعني زعيم المعارضة هيرتسوغ قال بأن من يحكمون هم قلة متطرفة، وهذه القلة المتطرفة تسببت سابقا من المنظور الصهيوني بخراب الهيكل وتدمير الكيان اليهودي، وهذه المرة سيتسببون في هذا الخراب. هذا من وجهة نظر صهيونية يسارية إسرائيلية، فما بالك نحن كفلسطينيين كيف نرى هذه الأمور؟ فعلا هذه الحكومة متطرفة لا ترى الآن أي أفق لعملية سلام، وترى أن العرب مشغولين في البقاء على كراسيهم الأنظمة العربية،
وبالتالي تجد أنها الفرصة مناسبة للانقضاض على القدس وعلى الأقصى وعلى حقوق الفلسطينيين. نعم، برأيك ما هو دور المؤسسات والجهات والمنظمات المعنية بالشأن الأقصى في محاولة إيقاف هذا المد الاستيطاني والتغييرات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى؟ الحقيقة لا يوجد يعني مؤسسات جدية ممكن التعويل عليها في الجانب الفلسطيني، وما كان يمكن أن يثير الرأي العام وأن يشكل نوع من الدفاع العربي الفلسطيني عن هذه القضية. قلت لك بأنه تم حظر المؤسسات التي كانت تعمل، وتم حبس الناس ومنعهم من الوصول للأقصى، واليهود الآن ناشطون جدا بكل جمعياتهم ومؤسساتهم الناشطة لإقامة ما يسمى الهيكل الثالث، ونحن أمام مرحلة تاريخية خطيرة جدا في تاريخ المسجد الأقصى والقدس. وهذه الأحداث التي تدور حولنا حقيقة تغفل كل المسلمين عما يدور في هذه المدينة المقدسة. نعم، الأستاذ صلاح الدين العواودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.